إذن الرجل يوجه له الخطاب الإلهي، المرأة توجه إليها خطاب الإلهي. إذن وين؟ وتارة يوجه الخطاب إلى كليهما معا عندما يعبر القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أيها الناس تشمل الرجال وتشمل النساء. إذن الخطاب الإلهي كما أنه يشمل الرجل يشمل المرأة. من قال أنها مضطهدة؟ التكليف الشرعي كما أنه يشمل تكليف الحج يشمل الرجل يشمل المرأة، تكليف الصلاة يشمل الرجل ويشمل المرأة. البعض يقول لما تجي إلى هاي الآية المباركة التي تقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. الله يضرب إلينا مثل بامرأة منه فرعون. هذا المثل مو لخصوص النساء، لا، يعني يا نساء تعالوا اقتدوا بإيمان امرأة فرعون وبصبر امرأة فرعون، لا، مو فقط للنساء هذا المثال، بدليل الآية القرآنية: يا أيها الذين وضرب الله عذرا وضرب الله مثلا للذين آمنوا. هاي تشمل الرجل وتشمل المرأة، يعني الاقتداء بالنموذج الأنثوي القرآني مو فقط خاص بالنساء، يعني الرجل يقتدي بهذا المثال والنموذج القرآني فضلا عن المرأة. شايف؟ نعم، هنالك بعض التكاليف اختص بها الرجل واختصت بها المرأة، سوف نتحدث في الأصل الثالث أو الرابع إن شاء الله عن هذه المسألة، نتحدث عنها إن شاء الله. نعم، اختلفت بعض التكاليف، مثلا من تجي إلى الآية المباركة التي تقول: الرجال قوامون على النساء. القوامة أعطيت إلى الرجل، ربما هي تكليف، السبب في ذلك نبينه إن شاء الله بعدين. أعطي هذا المنصب إلى الرجل، المرأة بلحاظ آخر أعطيت منصب الأمومة. اختلفت التكاليف الإلهية هنا، ماكو مشكلة، سببها أنا أبينه إن شاء الله. ولكن أكثر التكاليف الإلهية مشتركة بين الرجل وبين المرأة، بل أننا نقول، التفتوا، وهذه للمرأة، للذي يقول بأن المرأة مهضوم حقها، لا، في الإسلام لا. لو قارنا بين ما يثبته الإسلام من حقوق وواجبات وقيم وأمور للمرأة لفاقت كل النظريات الغربية. الآن هؤلاء الذين أنصار النظم الغربية الذين يتشدقون بحرية المرأة الغربية وأنه لا يوجد ما هو موجود في الغرب في الإسلام، نقول لا، أينكم من المنظومة الإسلامية واقعا؟ تعال شوف، ولنتحاكم إلى العقل في توزيع هذه الأمور بين النظرية الإسلامية وبين النظرية الغربية. الآن تعال شوف مقام المرأة. أنا أسألكم، في أي سن المرأة تتكلف؟ 9 سنوات، صحيح ولا؟ سؤال، الشاب متى يتكلف؟ 15. أي إذا أكملت 9 وإذا أكمل 15، أيهما أسبق في التكليف؟ المرأة. شوف، شوف مكانة المرأة في المنظومة الإسلامية. أسبقية التكليف، يعني شنو التكليف؟ يعني أن المرأة حظيت بشرف الخطاب الإلهي قبل منه، قبل الرجل. هاي حقيقة، حقيقة. أنت متخيل يعني شلون الخطاب الإلهي؟ الله يخاطب لما يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب الصيام على من؟ على المكلفين، صحيح ولا؟ يعني إذا هاي المرأة بالبيت عمرها 9 سنوات تكلف بالصوم، وهذا الشاب يصير عمره كم؟ 15، يعني عقب كم سنة؟ يعني هاي أم 9 سنوات صايمة، وهذا أبو 13 سنة و14 سنة فاطر بالبيت، صحيح ولا؟ شوف شرافة التكليف، شوف شنو موقعية المرأة، موقعية المرأة. ولذلك نلتفت، موقعية المرأة في الإسلام أن الله شرفها بالخطاب
قبل الرجل، قبل الرجل. بعد حقيقة بعد ذلك. صحيح ولا لا؟ حقيقة. الله اختار المرأة بالخطاب، بخطاب خطاب. إذا الأصل الثاني ما يسمى بوحدة التكاليف الإلهية. نجي إلى الأصل الثالث. الأصل الثالث ما يسمى بالتمايزات في الوظائف بين الرجل والمرأة. نلتفت، نحن نقر بهذه المسألة. الإسلام يقر بأن هنالك تمايز في توزيع المناصب، أكو تمايز في إعطاء الوظائف. من قبيل ما ذكرت إليك، منصب القوامة منصب خاص لمن؟ للرجل. ومنصب الأمومة خاص بالمرأة. أكو في توزيع إلى الأدوار، وهذه وظيفة تختلف عن هاي الوظيفة. هنا هذا الاختلاف، التفتوا المسألة، أنا أريد أبين الاختلاف في توزيع المناصب مو من باب الأفضلية، لا، دير بالك. لم يعط الرجل منصب القوامة لأنه أفضل من المرأة، لا، مو هكذا يقال. إعطاء منصب القوامة إلى الرجل، القوامة شنو القوامة؟ القوامة الإدارة، هو يدير البيت، صحيح ولا لا؟ هو يدبر البيت، يدير شؤون البيت، هذا المقدار، هذا المقدار. مقدار القوامة إدارة البيت، ضبط البيت، عمود البيت على الرجل، هذا المقدار. هو شنو مفكر الرجل القوامة يعني؟ شنو تفكيره بالنسبة إلى الرجل؟ القوامة. وكثير من الرجال من يصير عنده بينه وبين الحجية شوي بالبيت مشكلة خفيفة، ها؟ قال الرجال وقوامون على النساء. خير يا طيب، يعني شنو الرجال قوامون على النساء؟ شنو مقدارك أنت؟ إذا الرجال قوامون على النساء، هذا مقام أعطاك إياه الله سبحانه وتعالى، له سبب. المرأة أعطيت منصب القوامة، له منشأ. إذن الاختلاف وين منشأ؟ الاختلاف بسبب الاختلاف التكويني بين الرجل وبين المرأة. هذا الاختلاف التكويني على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسمي هو الذي أدى لإعطاء بعض الوظائف للرجل تختلف عن المرأة. ترى مو الأفضلية، لا مو الأفضلية، وإنما هذا الاختلاف من باب الاختلاف في كلا التركيبتين. تركيبة الرجل تقتضي أن يأخذ ماذا؟ القوامة. وتركيبة المرأة تقتضي أن تأخذ الأمومة. أنت تصور، تصور يعني لو إحنا وزعنا وعكسنا المسألة، هذا الأب الله أعطى ما يناسبه بحسب تركيبته. أنت الآن بالواقع، خلينا بالواقع، هذا أب أنت تعطيه طفل يبكي 4 ساعات يتحمل؟ ها؟ يتحمل؟ ما يتحمل. هي ساعة ما بيتحمل. احنا بعد قلنا 4 ساعات. طفل يبكي على رأسه 4 ساعات ما يتحمل. يتحمل؟ ما يتحمل. خو سؤال، ليش المرأة تتحمل؟ خو ليش تتحمل؟ الآن هذا الأب يتحمل 3-4 ليالي ورا بعض سهران ما ينام ويطلع الصباح يروح الشغل، يتحمل؟ خو ليش المرأة تتحمل؟ ليش؟ تكوين المرأة مهيئة لهذا المكان، مهيئة. هي الله لما أعطاها منصب، الله عادل وحكيم في توزيع المناصب. لما أعطى منصب القوامة إلى الرجل، عارف أن هذا المكان له الرجل، الشدة والحزم والتدبير والإدارة. نعم، هذا ما يدل على نقص هناك، لا، وإنما هذا المقدار. كما أن المرأة أعطاها منصب الأمومة لأنها قادرة. المرأة معروفة نهر فياض من المشاعر والأحاسيس، صحيح ولا لا؟ هذا الجو تشوفه موجود عند المرأة أكثر. إذن التمايزات في الوظائف والمناصب بين الرجل والمرأة منشأه الاختلاف في الطبائع، الاختلاف في التركيبات. لا يقول الرجل أنا أفضل، القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقى.
تحقق من الأفضلية في القرب الإلهي. الأفضلية في القرب الإلهي. الآن من يتقرب إلى الله هو الذي بالله عليك أيهما أسرع في الدمعة؟ ها؟ لو جئنا شوي الليلة ناصر النور شوي يخالف. لو جئنا إلى المناجات جلسنا نساء بحسينية ورجال بحسينية أخرى والدعاء واحد، أيهما أقرب للدعاء للخشوع والميل القلبي والبكاء؟ النساء. يرق القلب بسرعة صحيح ولا بالدمع؟ وهذا ما يمنع أن الرجل يبكي، للرجل يبكي يخشى إلى ربه، يبكي على الحسين، يبكي على المصائب كذا. ولكن شوف هكذا لا تقاس الأمور بالمقياس الدنيوي، بالمقياس العقلي. الله سبحانه وتعالى لما نوزع هاي المناصب إن شاء الله هي مسائل يعني هكذا نطرحها، وإلا بها تفصيلات كثيرة وتفريعات كثيرة وإشكالات كثيرة حول هذه المسألة، وهنالك الإجابات على هذه المسائل. نحن ولو خطوط عريضة وخطوط عامة نحن نبينها في مثل هذه الليالي. واقع أقول خلاصة هذا الأمر أن من الأصول الاختلاف. نحن نقر لما يجي واحد يقول احنا عندنا اختلافات في توزيع المناصب، ولكن هذا الاختلاف نقول ليس بسبب الأفضلية وإنما بسبب الاختلاف في التركيبة. التركيبة الذكورية تختلف عن التركيبة الأنثوية، اقتضت الحكمة الإلهية التوزيع بحسب التركيبات. هذا مثلا ليش يقولون المرأة ما تعطى القضاء، منصب القضاء ما تعطى المرأة؟ مو لأنها قاصرة، مو لأنها دونية، مو لأنها ما تستحق. هذا مكان خطير، وهذا الموقع أعطي للرجل وهي تعلم المرأة أن الرجل شوية مو أقرب إلى عاطفته، شوية أقرب إلى عقله في هذا الجانب. المرأة مو بإيد المرأة بعد تقول أنا بعد مو بإيدي، الله خلقني بهذه الهيئة، العواطف والمشاعر نهر فياض ما أقدر بعد هاي هكذا. ولذلك الفقهاء يقولون هذا منصب خطير ما يسلم إلى من؟ ترى هذا مو منصب تشريفي القضاء، الرجل يقضي والمرأة ما تقضي، تشريف لا، هذه مسؤوليات وزعت كل بحسبه كل بحسبه. إذن المرأة لها شأن في الواقع الإسلامي ولها كرامة ومكانة في المنظومة الإسلامية حتى على مستوى الحقوق. تعال أجيب أصل رابع وأخير بشكل سريع، المساواة الحقوقية. هنالك مساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، يوجد ولهن مثل الذي عليهن بالمرأة. إذا كان من حق الرجل أن يحترم فمن حق المرأة أيضا أن، لو بس الاحترام للرجال. خذ سؤال الآن، إحنا نتكلم مو رجال لرجال، العقل يتكلم الآن، نتكلم مع العقلاء. إذا كان من حق الرجل أن يحترم في داره وأمام أولاده، أليس من حق المرأة أن تحترم في دارها وأمام أولاده؟ لو حق الاحترام محصور بالرجل، الرجل هو المحترم والمرأة تطلع من الباب الشرقي، فما يصير. الرجل محترم في داره، المرأة محترمة في داره. إذا حق الاحترام حق متساوي بين الرجل والمرأة، هذا أولا. ثانيا وعاشروهن بالمعروف. إذا كان من حق الرجل، من حق الرجل أن يعاشر بالمعروف، من حق المرأة أن تعاشر بالمعروف. ومتى كانت المرأة دونية في منظومتنا الإسلامية؟ إذا المرأة لها شأن عظيم واقعا. وهذا القرآن الكريم نماذج كثيرة من النساء واقعا. مريم ابنة عمران، آسيا ابنة مزاحم، بعد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، سيدة خديجة أم الزهراء، نساء قدمنا واقعا يتشرف الإسلام بها، يتشرف الإسلام بها واقعا.
ولولا أن لها واقعا دور ومكان في المنظومة الإسلامية لما حمل الإمام الحسين معه النساء إلى أرض كربلاء. لو ما كان لهم دور ما كان لهم أهمية وما أكرمهم الإسلام، خوي خليهم بالمدينة، يلا هناك بالمدينة يقومون بعدين، ولكن أخذهم وياه، لهم دور لهم مكانة. ولذلك المرأة دورها كبير واقعا. تعال شوف دور المرأة في كربلاء، تعال شوف دور المرأة. هناك المرأة التي تحرض ولدها للقتال دون الحسين، والمرأة التي تحرض زوجها للقتال والموت دون الحسين، والمرأة التي تحرض أخيها للموت لها دور. لذلك رملة أم القاسم هي التي أرسلت قاسم إلى الإمام الحسين. لما نظرت إلى الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، هي التي أرسلته إلى الحسين. شايف؟ هاي أمر تدفع ولدها، إيش كثر ولدها هذا؟ إيش كثر عمر ولدها؟ 13 سنة لم يبلغ الحلم، ما بلغ الحلم، أرسلته للقتال دون الحسين. دفعت ولدها ويجي القاسم بن الحسن إلى الإمام الحسين يستأذن من عمه، يريد يقاتل الأعداء. من يشوف الإمام الحسين تنهمر دموعه على خدوده، يقول ولدي قاسم أنت العلامة من أخي الحسن، أنت العلامة من أخي الحسن، ولدي لا تدعني أرى شبابك معفرا على بوغاء كربلاء، اذهب إلى أمك كي تتسلى بك. ارجع إلى إيش قال هذا الولد إلى الحسين؟ إيش قال هذا الولد إلى الحسين؟ قال له عمي أبا عبد الله إن الذي بعثني إليك هي أمي رملة، هي اللي أرسلتني إليك. قال عد يا ولدي. رجع القاسم، شوف شوف المرأة ودور المرأة. شوف لما رجع القاسم إلى الخيمة وشافت أمه مكسور قلبه، قالت لأولادي ليش رجعت؟ قال أمه إن عمي لم يأذن لي بالبراز. قالت لا ينكسر قلبك، لعله استصغر سنك، استصغر سنك. جاءت رملة وقلصت، شوف شلون قلصت حمائل سيفه ومسكت يد ولدها ولدها وتوجهت إلى ناحية الحسين، قالت له أبا عبد الله لما أرجعت ولدي؟ ليش أرجعت ولدي؟ قال يا رملة أخاف أن تنفجعي علي ترينه معفرا على بوغاء كربلاء، تنفجعين على هذا الولد. التفتت إلى الحسين قالت أبا عبد الله أتفجع الزهراء في ولدها ولا أفجع في ولدي؟ الزهراء تفجع في ولدي ولا أفجع ولا أفجع في ولدي. رجع القاسم إلى الخيمة، وهي اللي سنويا نحن الرواية اللي نذكرها غاص في بحر من الهموم والهموم حتى تذكر أن أباه الإمام الحسن قد شد له عوده وقال له ولدي يا قاسم إذا أصابك هم وغم فعليك بحلها وإن جاء ما فيها. يقول قام القاسم وفتح هاي العودة فوجد فيها صفران كاللؤلؤ المنظوم من الحسن المسموم إلى الولد المهموم، ولدي قاسم إذا نزلتم حومة كربلاء ورأيت الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين فلا تقصر في نصرته فإن فيها السعادة الأبدية والحياة السرمدية. فرح القاسم طلع مسرع إلى عم الحسين، قال عماه عماه لقد حصلت الرخصة. قال من أين حصلت الرخصة ولدي؟ قال من إمام المعصوم. سلمه العودة، قرأها الحسين، لما نظر إلى خط الحسن تشارت دموعه على خدوده.
يتوجه إلى ناحية المدينة ينادي: السلام عليك يا أبا محمد، نصرتنا بأبنائك وأنت في قبر غريب، وأطراف البيوت تحوطه ولا كل من تحت التراب غريب. ولدي يا قاسم، وأنا لدي وصية، ووصيتي قبل وصيتي وصية تضيق وقتها. ما تريد عم يا أبا عبد الله حط شف جاسم بشفة وبيصدر للمخير، وصاحب صوت يا زينب علي الخنم علي الحرم خل تلتم، هدوم الحسن جيبيها للبسها للمشير. أخي ما تريد أن تصنع؟ قال: أخي يا زينب تعينيني في هذا اليوم، ما تريد أن تصنع أخي أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعقد عقد القران بين هذا الشباب وابنة عمنا. أخي يا زينب هل للقاسم ثياب جدد؟ قالت: لا أخي أبا عبد الله. قال: علي بصندوق الحسن. جئ له بصندوق الحسن، أخرج قباء للحسن وألبسهما القاسم، وأخرج نعلا للحسن وألبسهما القاسم، ثم أخرج عمامة الحسن شقها نصفين، أدلى نصفا على رأسه والنصف الآخر على وجهه، فصار القاسم كهيئة المكفن. ما إن نظرت إلى زينب صاحت: وحسناه. تقل يا ظلنا الممدود والفاي، يا بعد الأخ والجد والخاي، أنا من الحزن قلبي انطواطي، تلبس جفن جاسم وهو حي. وعمت زينب شافت كروب من فعل أخوها كادت الذوب، وعلى أحزانها مالت على صوب، هذا جفن يحزن الأذوب. أخي يا زينب اذهبي إلى البنية وأعديها لعقد القران. جاءت زينب إلى تلك البنية وهي جالسة ودمعتها على خدها، تقول: بني قومي، أمر أبيك وما يريد أبي؟ قال: بني قومي، يريد أن يعقد عقد القران بينك وبين ابن عمي. كأني بهذه البنية حثت التراب على رأسها وهي تنادي وتصيح: عمي عمّة تبنيني بالعراس، عمّة تبنيني بالعراس، ولا رايدة حنة ولا الباس، أصير عبرة بين هالناس، أعرس وأنا في حدود عباس. العرس لزفة ولما اسمع اسمع، وناني قلب ممليب همه، اعرس على الجاسم وعمه، مذبوح ومخضب بدمه، امر ابيك وهو واجب التنفيذ. صاحت: ابا روح لابويا وبطيح، وبوقع على ردانه وبصيح: من معرس واغني مذابح. جاءت زينب الى الامام الحسين: اخي ابا عبد الله، نحن نساء كثيرات نقوم بالبنية، ولكن قل لي انت من معك؟ اين رجالك؟ اين انصارك؟ ينكسر قلب هذا الشباب. قال: لا عليك أخي، أنا أذهب إلى رجالي. رجعت زينب إلى تلك البنية وقد حثت التراب على رأسها وهي تنادي
مالي عين يا عمة أعرس والولي أني مالي عين يا عمة أعرس والولي مدوار أني وين وين هالأعراس أعرس والبطل عبد الغبراء بلي يا راس غري جفاد من دمه مالي عين مالي عين يا عمي أعرس أعرس ولي مدوار أنا سمحوا لي ثلاث ساعات أروح الجانب المسنى وأشوف الوالي حيله مات وأجيب خضاب من دم مالي عين مالي عين يا عمي أعرس وين ولي مدوار يا عمي لا تحنوني بس ببجاي خلوني أني مقدار تخضبوني وعمي مخضب بدم مالي عين مالي عين يا عمي أعرس أعرس وي جاء الإمام الحسين وقد مسك بيدي القاسم يتخطى الأجساد يتخطى القتلى ينادي أخي يا عباس ولدي علي حبيبي حبيب ظل من جسد لجسد بيد الجاسم يدور ينادي دقوم انزف هالمعرس يا ما يصير لوحدي ازف وكلكم احضر وتدرون ما ظلي جلد من هالعظايف ثم اشرف من على تلعه توجه ناحية العباس اخي يا ابا الفضل اما وصلك النبأ اما وصلك الخبر نادى يا شيال العلم يا مطبر نادى يا شيال العلم يا مطبر ما تقوم تحضر زفة الجاسم واركب جوادك وانشر البرق على الرأس وقف اخوانك والبسوا خضر العماي وقاسمه ومصيبته جاء الحسين واجلس القاسم في خيمة ابنة عمه بينما هم كذلك واذا بمنادي الاعداء ينادي اين انصارك يا حسين أين رجالك يا حسين؟ قام القاسم وخرج من خيمة ابنة عمه أراد أن ينطلق إلى المعركة لزمة رجاب سكينة وعمته بحلقة شمة ومن الخدر مذغولة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم هالوقت عزمك العمك ضمه انا لهاليوم اني ذاخرتك بالك تخيب غنون هز الرمح وتشلم يا الوالد ادعي لي انا طالع يا الوالد من غير ما تقلي عمي وحيد بكربله من اضم الحالة وانتي وعمتي زينب يوم احمل تشجعوني اسمع لوصية بالشباب تسمعين لفظ جوابي شبان لو شفتيهم ذكري يما شباب محروم
من شم الهوى من دون كل احبابي وانا العرس ما ريده وصوب القبر زفه. انطلق القاسم الى المعركة اخذ يقاتل قتال الابطال قتال من عاف الحياة يضرب ولا يثني وما هي الا ساعة واذا بالقاسم محمولا على صدر الحسين. جاء به الحسين وضعه في خيمة الشهداء والله جابه ومدده ما بين خوف قعد عبهم يا ويلي أغمض وبس من سمعة النسوان اجت أمه تصيح الله تقل لي ابني ما ذكرت امك وحنت يا ابني ما ذكرت امك وحنت عفتني وانكسر ظهري وحنت يا ابني يا جاسم خضبت شعري وحنت بدمك يا ذبيح الغار تقل لي يا ابني انقطع منك نصيبي وردتك ذخر الايام شابي ابني المحروم من شم العذاب لا تنادي انتحل جسمي يا جاسم من ونينا ذوبت قلب لا تصد لي بعنا عريس يا ابني ولا المقابر زاد صار فرج ساعة اسفافك والمنيل.